عبد الملك كتسمع بزاف قرة العين، كيقول شي حد لكن كيبغي شي حد بزاف، كيقول ليه أنت قرة عيني. شنو معنيت قرة العين؟ شنو هالتعبير؟ شنو كيعني؟ ما معنى قرة العين؟ يلا مستمعي الكرام ومشاهدي الأعزاء، شنو المعنى ديال قرة العين؟ شي حد كيقول شي حد كيبغيه بزاف أنت قرة عيني أو أنت قرة عيني، فشنو المعنى ديال قرة العين؟ يلا مولى التفكير سيدي عبد الملك، شوية عليك، عارف أن السؤال ربما ماشي سهل ولكن كيهمنا احنا ناخذوا المعلومة، احنا ما كنمتحنوش بعضياتنا، احنا مع بعضنا كنمروا المعلومات. تفضل قول لي شنو عندك. شي مساعدة؟ عندي مساعدة. في المرحلة الثالثة؟ لا، عندك حتى المرحلة الرابعة. شنو معنيت قرة العين؟ أنت قرة عيني، أنتم قرة عيني. طبعا المعنى كيدل على السعادة والفرحة والحبور وعدك الشي اللي بغيتي، ما يعني راحة النفس من شدة سعادتها. حتى العين شي حاجة كتوقع عليها من شدة الفرح، داك الشي باش كنقولو قرة عيني. اللي كتكون ديك الفرحة في الإنسان كتبان في العين ديالو، كنشوف زعما بحال اللي العين ديالو كتبان في العين ديالو. علاش كتبان في العين؟ علاش العينين ديالنا كيبينوا الفرح ديالنا؟ وهنا كاين المعنى ديال قرة العين. علاش ملي كنكونوا غضبانين كتبان في عينينا، وملي كنكونوا فرحانين كتبان في عينينا؟ علاش؟ شنو كيوقع في العين حينها؟ ومن هنا جاء التعبير ديال قرة عيني. شنو كيوقع في العين حتى نقول قرة العين؟ كتكون العين مفتوحة مزيان باش كتعرفها في بنادم. هي عادة العين كتفتح بزاف في ساعة الغضب، ما كتخرج فيها عينيك عادة، يمكن يكون التعبير هذا، كتجي من شدة الغضب. ولكن قرة العين سيدي عبد الملك، وكيهمنا بحال قلت لك ناخذوا المعنوبة، هي برودة العين من شدة الفرح. العين درجة الحرارة ديالها، مكونات العين كتنخفض، ملي كنقولوا كتنخفض راه بعشر درجة حرارة. هذاك الانخفاض في الحرارة ديال العين هو اللي كيعطينا ديك الشوفة ديالها، كتبان لك العينين ديال الإنسان كتعكس السعادة وكتعكس الفرح والحبور. من تما جات هذه القضية سيدي عبد الملك ديال قرة عيني. العكس بالمقابل، لما الإنسان كيتعصب كيقول لك الدم جرى في عروقي، راه كترتفع درجة الحرارة ديال الجسم، وبالتالي كتوصل هذه الحرارة حتى للعين، فيتحول شكل العين ولكن في الاتجاه المعاكس. إذن اللي كيهمنا جواب على السؤال ببساطة، قرة عيني أي برودة العين من شدة الفرح والسعادة. سيدي عبد الملك تبارك الله عليك، وشكرا جزيلا على المشاركة ديالك، وطبعا رائعين حضراتكم، كتمكنونا من تمرير المعلومات، انتم وسيلتنا باش نمروا المعلومات في إطار هذه اللعبة، المسابقة ديال سؤال جواب، باش يكون برنامجنا تثقيفي ومفيد دائما. انتم ماشي مطالبين انكم تجاوبوا على كل الاسئله اللي كيطرح البرنامج، ما يمكنش شي واحد يكون عارف كل المعلومات. من علم شيئا غابت عنه اشياء.